المحاضرة الخامسة، عندنا ستيم سيلز اللي هي بتكون لنا التي سيلز، تاخذ مجرى يعني لا تروح للثايموس يا تروح للبون مارو. اذا راح للثايموس راح تدفرنشيت بالتي سيلز تصير تي سيلز، واذا راح للبون مارو راح تصير بي سيلز. اثنيناتهم راح يروحون للفويت تشو ورا، يعني تروح للسبلين او تروح للنوف نودز بشكل خاص. ان ثيرد لاين ديفنس اللي هو ادابتيف اميونيتي، مو نيت اميونيتي، خلصنا من النيت جاء اكوايرد او ادابتيف اميونيتي. ثيرد لاين ديفنس يعتمد عليه من على الابيليتي مال الليمفوسايت انه تكون لنا هاي السبيسيفيك انتيجين ريسبتر، سوي لنا انتيجين ريسبتر اون سسبشن وذاوت ايفر هافينج ميت ذا كورسبوندينج انتيجين. يعني قابليه الليمفوسايت انه يسوي لنا انتيجين ريسبتر اللي هنا انتيبادي تقريبا بدون قدرتها، بدون ما انه تقابل الكورسبوندينج انتيجين. In humans there are several billion different lymphocytes. أكو أنواع عدة مليارات من الليمفوسايت، كل ليمفوسايت عندها different antigen receptor. If this type of receptor recognize its conjugate antigen، إذا تعرف الريسبتر عن antigen أو الانتيجين مالته الملائم راح تروح يا الليمفوسايت يا carrying it، راح يعني تحمله وتصير لها اكتيفيشن وراح الدور تشتغل تلعب دور عملية الاميون ريسبونس. In addition distinct is made between cellular or humoral immune response، اكو فرق بين cellular والhumoral immune response. cellular تكون انتيجين، الhumoral راح تكون انتيبادي. عندنا T cells راح تشتغل على cellular immunity named after the thymus، اسمهم T cell من ورا الثايموس. In which step in their differentiation take place، تصير differentiation بالثايموس. تعتمد اعتمادا على their function another distinct is made between، حسب الوظيفة مالتهن اكو فرقين بيناتهم. عندنا ال cytotoxic CD8 T cells هاي تفرز اللي تفرز مواد وتقتل الخلايا الانتيجينز، بينما CD4 T helper هاي تروح ال B cells وتفعلها وتسوي شغلات يعني مساعدة مو ما تقتل. عندنا third line humoral immunity اللي هي تعتمد على activity مع البي لينفوسايت. البي لينفوسايت هي تصيرها ميتشر بالبون مارو، جاي اسمها B من البون مارو. Another activation by T cells. B cells are able to release soluble forms of their specific antigen. تيجي T helper cells تسوي لها تفعيل هاي B cells، وبرا ما راح تتفعل بواسطة T cells راح تصيرها release للforms مالتها أو المكونات مالتها اللي هو الانتيبادي، تسويها تفرزهم من blood plasma. The immunity system memory is represented by mirror cells. الميموري يعني الذاكرة مال immunity system يسويها الميموري سيلز. الميموري سيلز هي خلايا long lived تعيش لفترة طويلة، وكان arise from any type مال الليمفوسايت، وتجي من أي نوع من الليمفوسايت يسرحونها الميموري سيلز. ذن الخلايا اللي هي وحسب كمية وجود MHC class 1 و 2 بيهن. T cells بيها MHC class 1 بشكل كبير، بينما ما بيها قليل من MHC class 2. B cells بيها اثنيناتهن هواي. Macrophages بيها ال MHC class 1 أكثر من MHC class 2. Other antigens in Langerhans cells اللي هي عبارة عن تجمعات من الميكروفيج بيها اثنيناتهن الكلاسيين بيها هواي. بيها سيلز مال الثايموس هماتين بيها MHC class 1 شوية، بينما MHC class 2 بيها هواي. تقريبا بس الليمفويد تشو خلايا الليمف، خلايا الليمفويد تشو هي اللي بيها MHC class 2، بينما بقية الخلايا خارج الليمفويد تشو ما بيها class 2. مثلا نيوتروفيز بيها MHC class 1 هواي ما بيها class 2. هيباتوسايت بيها البقية كلهن عندهن MHC class 1 قليل، يعني هيباتوسايت كدني والبرين، بينما الريد بلاد سيل هي بدون نيوكليوس اصلا فباثنيناتهم ما عندها. تمام دخل بيه. عندنا شلون يصير الميون ريسبونس. الباثوجينز ذات هاف انترد او الباثوجينز اللي دخلت للجسم اللي مثلا الفيروس راح ياخذها بواسطة انتيجين بريزنتنج سيلز. انتيجين بريزنتنج سيل مثل البي سي وغيرها من الخلايا راح تيجي تلتهم اللي هو للفيروس تهمه كاملة، وراح تسوي له بروتولايتك ديجريديشن، راح تحوله تسوي فرجمنتات. فيرال فرجمنت اللي تكون بالبروتولايتك انزيم راح تكون بريزنتد على السيرفيس اوف ذيس سيلز، راح تجي هنا على السطح مال الخلايا
تجي توقف عليهم. هاي مساعدات سبيشال ممبرين بروتينز راح تجي وتقعد هنا اللي هنا ام سي كلاس 2 بروتينز. الاي بي سي الانتيجين بريزنتنج سيل مثل عندنا بي لينفوسايت والمايكروفيز والدندرايتك سيلز وحتى السكين لانجر هانس سيلز هماتين. ذن بمساعدة ال ام سي بروتينز الفيرال فراجمنتس راح ديسبلايزد على الاي بي سي سيرفيس، راح تجي التي سيلز تتعرف عليهم كارير ريسبتر اللي يتماثل وياهن اللي سحولة تي سي ريسبتر ما تيجي ماتس وده انتيجي براها برا ما انه ترتبط هو الفيروس او الانتيجين يرتبط بالتي سي راح يصير لها سيلكتيف ريبليكيشن اللي هو التكاثر الاختيار او التكاثر الدقيق يسحولة كلونال سيلكشن راح تجي وتنقسم هي التي سي. The proliferation of immune cells is stimulated by interleukins. الانقسام مالتها ما هن الاميون سيل اللي يحفزهن هو هذا الانتريوكين او يساعدهن هو الانتريوكين. هو الانتريوكين هو مجموعة من 20 نوع من الانتريوكينات كان يتبع عائلة السيتوكاين. بواسطة هندن الخلايا الاميون سيلز راح يتسوي الانتريوكين بتوين ايش اذر. فور اكزامبل عندنا اكتيفيتد مايكروفيج تفرز الانتريوكين وان هذا راح يساعد بهو شغلات ويساعد التواصل بينه وبين الخلايا الباقية. عندنا while T cell stimulate their own replication من الخلايا T cells راح تحفز الانقسام مالتها راح تفرز الـ interleukin 2. هذا interleukin 2 من تفرزه راح تخلي الخلايا الـ immune cells الباقية هماتين يصير لها يتحفز الـ replication مالتها راح تحفز الـ replication الروحة والخلايا الثانية. And depending on their type activated T cells have different function حسب نوع ال T cells كل واحدة بهن لها different function. مثل عندنا cytotoxic T cells are able to recognize and bind virus infected body cells or tumor cells. cytotoxic لها قابلية انه تتعرف وترتبط بخلايا الفيروسات بالبادي سيل مال الفيروسات وبالتيومر سيلز هماتية تعرف عليهم وترتبط بهم. برا ما تتعرف عليهن وبرا ما ترتبط بهن راح يخلنها يصير لها ابوبتوسس يعني انه تتحلل او تموت الخلية تسوي لها الموت التلقائي او اذا او تقتلهن من البيروفيرون اللي هو البيروفورين. هذا البيروفورين هو بروتين يسوي بروفريت التارجت بلازما ممبرين تجي وتخترق او تثقب البلازما ممبرين مال هي خلايا فيروسات او خلايا تيومر سيلز. عندنا الدور اذا تفعلت البي لينفوسايت والبي لينفوسايت اذا اجتها التي هيلبر سيلز. بي لينفوسايت هم تيجي بريزنتنج سيل من يجي الفيرال مالتها يصير على السيرفس مالتها ويجي ريكوجنايز باي هيلبر سيلز اور ذير تي سيل ريسبتور مال سي دي 4 يعني راح تيجي سيميوليت انتريوكين سيلكتيف كلون ريبليكيشن هم تسوي هم تنقسم السي دي 4 سيلز هم تسوي عملية الانقسام الدقيق و take place of B cells that carry antigen راح يكون يعني من B cells اللي عندها الانتيجين matching dose of the antigen اثنين اتنى راح يتبطن بالانتيجين T helper وال B cells. These measure into plasma cell من راح يرتبطن ان ال T cell CD4 وال B cell اثنين اتنى راح يسوون ان البلازما سيل. البلازما سيل وراه راح تفرز ان ال soluble antibodies. عندنا اكو هسه هنا هن قلنا هن اكو شقين للاميون ريسبونس يا يعني انه ترتبط السي دي سي دي 8 ويا الانتيجين بريزنتنج سيلز راح تروح وتقتل الفيروسات او اي انتيجين او انه تجي تي هيلبر سيلز ترتبط ويا البلاز انتيجين بريزنتنج سيلز مثلا بي سيلز وتفعلها البي سيلز وتخليها تفرز الانتيبودي. عندنا هسه البي سيل اكتيفيشن عندنا اذا كانت الانتيجين اللي يحتاج تي هيلبر حتى يسوي لنا برودكشن انتي بودي فروم بي سيل. اكو انتيجينات لازم تحتاج التي هيلبر سيلز ان تروح للبي سيل حتى تتفعل وتكون لنا انتي بودي. شي يسوحوا لها يسوحوا لها تي ديبندنت انتيجين يعني انتيجين يعتمد على التي سيلز الميكانيزم مالته هيجي انه الاي بي سي من راح تاخذ الريكوجنايزر وترتبط بالانتيجين الدور يتكسره وتحوض ما هو الانتيجين وراح تخليه انه يبرزنت على السيرفس مالتها تاج الماتش تي هيلبر راح تخلي اي ويكون هذا الانتيجين
راح يرتبط بالماتشنج تي هيلبر سيلز اللي عندها نفس الريسبتر مالته. من تجي التي سيلز هي ترتبط بي، راح تفرز السيتوكاينز مالتها وتسويها اكتيفيشن للبي سيل. اكتيفيتد بي سيل راح تبدي تسوي كلونال اكسبانشن ودور تفرز كمية من الانتيبادي producing بلازما سيل and memory cells وتسوي بلازما سيل و memory cells. عندنا تي اندبندنت انتيجين هي الخلايا اللي ما تعتمد على التي سيل، حتى البي سيلز ما تعتمد على التي سيل عندي سيل اكتيفيشن. اكو بعض الانتيجين يسوون استيميليت البي سيل قبل بدون ما يحتاج التي سيل اللي without the aid of the T helper cells. ذن مثل منو مثل كبسول مال البكتيريا ممكن قبل يجي ويفعل لنا البي سيل راح يخليها تكون انتيبودي. خلصت المحاضرة.